برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار وتحت شعار التعددية الدينية قوة للعراق، أقامت دائرة قصر المؤتمرات مؤتمر حوار الأديان وبعنوان التعددية الدينية في العراق إدارة التنوع وتحديات الاختلاف. دائرة قصر المؤتمرات تقيم مؤتمرها السنوي لحوار الأديان. هذا المؤتمر خصص لنبذ الكراهية الدينية تحت شعار تعدد الأديان مصدر قوة العراق، مصدر قوة ليس بمعنى القوة العضلات، وإنما قوة المحبة، القوة الاقتصادية، قوة الاستثمار نحو العوامل الإيجابية، ونبذ ما يعكس ذلك من سلبيات من استخدام هذا التنوع. يمكن كانت عبرة لكثير مما حدث في السابق، نستثمره لصالح بناء العراق في المستقبل إن شاء الله. الحاضرون من الباحثين والمختصين طرحوا العديد من البحوث المهمة والتي أكدت أن الشعب العراقي منذ بدء الخليقة هو شعب قوي متعدد الأديان والطوائف، وهذه إحدى مزاياه. حاولت أركز على مجموعة من النقاط، واحدة من هذه النقاط أن التنوع هو ليس صفة طارئة على المجتمع العراقي، وإنما هي العراق متنوع منذ أن كان هنالك عراق. هذا أولا. الأمر الثاني أن التنوع لم يكن صفة للمجتمع، صفة سلبية للمجتمع، وإنما على العكس تماما صفة إيجابية. التعددية في العراق مصدر قوة، حيث انبرى عدد من الباحثين والمتخصصين بإلقاء بحوث قيمة ورائعة تؤكد أن الشعب العراقي منذ أن وجد على الخليقة هو شعب متعدد الأعراق والديانات والطوائف، وبتقديرنا أن المؤتمر سيركز بهذا الاتجاه على أن هذه التعددية هي مصدر قوة وليس ضعف. الإنسان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فلسفة تؤكد أن التعدد الديني وتعدد الطوائف في العراق هي قوة للثقافة والمكانة والحضارة. لسامراء فضائية علي الحسني، بغداد.